يجيء تعيين السيدة أمينة رئيسين بعد ترشيح البلاد 5 من مواطنيها في منصب مفوضية التربية والشباب للاتحاد ما بين الدول الإفريقية من جملة 600 مترشحا من القارة الإفريقية. ولهذا الصدد نظمت وزارة ترقية الشباب والرياضة والتشغيل زيارة تعريفية للسيدة، فكانت أولى الزيارة برفقة وزير ترقية الشباب والرياضة والتشغيل محمد نصر عبد الله إلى وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، حيث كان في استقبالهم وزير المقاطعة أبو بكر الصديق شرومة. فبعد تقديم وزير ترقية الشباب والرياضة للسيدة، تناولت أمينة بريسيل لونغو الحديثة موضحة بأن لها برامج طموحة في تعليم البنت والأطفال في غضون ولايتها على رأس المفوضية، طالبة من الوزارة دعم جهودها من أجل بلوغ الأهداف في المرسومة. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة أوضح في رده بأن في الوزارة يوجد إدارة خاصة معنية بتربية البنت، وعليه فإن الوزارة ستدرج برامج السيدة أمينة فعليا في البرامج حتى تؤدي رسالتها على الوجه المطلوب. من ثم توجهت السيدة أمينة رفقة الوزير محمد نصر عبد الله إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكان في استقبالهم الوزير دافيد أودينغار وبعض معاونيه. هنالك أيضا بادرت السيدة بالتعريف والمشاريع التي تنوي تنفيذها خلال إدارتها لمنصب المفوضية، مؤكدة أنها تهتم بتعليم البنت وتدريب المرأة والاهتمام بشؤون الأرامل. رد الوزير مهنئا للسيدة بهذه البرامج بأنها تدخل ضمن اهتمامات الحكومة، موضحا عن استعداد الوزارة في مرافقتها في تنفيذ برامجها على أرض الواقع، سيما برامج تأهيل الشباب في كافة أنحاء البلاد، ذلك بتقديم الدعم اللازم لها وإشراكها في عملية تنمية البلاد. المحطة الأخيرة كانت إلى وزارة التدريب المهني وترقية العمل، كان في استقبالهم مسؤولة القطاع الوزيرة ماجديا باشا ومعاونيها. فبعد التعريف عرضت السيدة أمينة بريسيل برامجها للوزيرة التي أبدت تعاونها بلا تحفظ، وقالت إن مسألة تأهيل الشباب خاصة البنت من صميم أهداف وزارتها الفتية، وطلبت من السيدة مضاعفة الجهود حتى تعم الفائدة في كافة أنحاء البلاد.